رئيس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أثنى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على التعاون البناء بين وزارة الداخلية وأجهزة السلطة القضائية في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، منوها سموه بالنتائج المثمرة التي حققها تطبيق العقوبات البديلة في خدمة المجتمع وبآثاره الاجتماعية إيجابا على أسرة المحكوم ومعيشتها. بعدها أشاد مجلس الوزراء بالتنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية وبسير الإجراءات الاحترازية المتخذة بشأن فيروس الكورونا، والتي كان آخرها قيام وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة بتفعيل عدة إجراءات تتعلق بالقادمين إلى مملكة البحرين، مؤكدا المجلس ضرورة مواصلة هذه الجهود الوقائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. وبعد ذلك رحب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية كعضو في مجلس الوزراء إثر صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينه في منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء هذه المسؤولية، منوها سموه بكفاءته وخبرته التي حققها في المناصب التي تبوأها محليا وخليجيا وآخرها أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستذكر سموه بالتقدير الجهود الكبيرة والمشكورة التي طلع بها معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية وزير الخارجية السابق طوال فترة توليه حقيبة وزارة الخارجية، وبما تميزت به من منجزات تضاف إلى النجاحات الدبلوماسية البحرينية. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي: بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي: أولا، وافق مجلس الوزراء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تقليص الهياكل التنظيمية في 4 وزارات وجهات حكومية بما ينسجم والتوجهات الحكومية بعدم التوسع الإداري في المناصب والوحدات الإدارية المساندة، وذلك بإلغاء ودمج إدارات وتغيير سماياتها وإلغاء مناصب إدارية، وذلك في كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وهيئة الكهرباء والماء. ثانيا، بناء على توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء في إيجاد الحلول اللازمة لمشكلة حملة المؤهلات من خريجي الجامعات الصينية والتي لم تتم معادلتها لأنها صادرة من جامعات غير موصى بها، وفي ضوء ما انتهت إليه اللجنة التنسيقية برئاسة سموه والتوصية المرفوعة من سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض والقرار ذي الصلة الصادر عن سموه، فقد قرر مجلس الوزراء تحديد مستوى 77 صاحب مؤهل وتقرير مدى الحاجة لاستيفاء متطلبات معادلة مؤهلاتهم سواء داخل البحرين أو خارجها من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض، والموافقة على معادلة 10 مؤهلات تخرج حامليها من جامعات موصى بها واحتساب الفترة الإكلينيكية لهم لتمكينهم من الالتحاق بسنة الامتياز والتقدم لامتحان الترخيص. وكلف المجلس وزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بتوفير الميزانية اللازمة لاستكمال متطلبات معادلة شهادات جميع حملة مؤهل الطب من الجامعات الصينية، فيما كلف المجلس وزارة الخارجية بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة في جمهورية الصين الشعبية لوضع آلية
لإصدار تأشيرات الدراسة للطلبة البحرينيين الراغبين في مواصلة دراساتهم في الصين، مع ربط منح التأشيرة الدراسية بالالتحاق بالجامعات الموصى بها فقط. وكلف المجلس وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية باستخدام قائمة بالجامعات الصينية الموصى بها لجميع التخصصات بجمهورية الصين الشعبية، فيما وافق المجلس أيضا على الاقتراح برغبة والمرفوع بهذا الخصوص من مجلس النواب. ثالثا، أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة التنسيقية مقترح بإعادة تسمية بعض المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والذي عرضه سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة. رابعا، وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 40 والمنعقدة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 10 ديسمبر 2019. ويهدف التعديل إلى استبدال مسميات الجهة المختصة والوزير الواردين في المادة الأولى من الباب الأول من مشروع القانون أعلى. وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون بالموافقة على تعديل قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2014، وإحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية. خامسا، وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرافق بها ذا الموقعين في المنامة بتاريخ 23 نوفمبر 2019. سادسا، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية للتعامل في مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية ومشتقاتها، وتفويض الوزير المختص بالتوقيع عليها، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، والتي عرضها سعادة وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة. سابعا، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء البحرين ووكالة أسوشيتد بريس الباكستانية، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. ثامنا، أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في مملكة البحرين واللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بجمهورية مصر العربية، والتي عرضها معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. تاسعا، وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بإنشاء مرصد وطني يتولى مهمة رصد تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وكلف المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ ما جاء في هذا الاقتراح برغبة. عاشرا، وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن قيام وزارة الكهرباء والماء بالنظر في زيادة الحد الأقصى للمدة الزمنية للمتأخرات المالية المسقطة من فواتير الأسر ذات الدخل المحدود التي يتوفى عائلها. وكلف المجلس سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء بالتنسيق مع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ اللازم لتحقيق ما جاء في هذه الرغبة. في بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علما بنتائج المشاركة في ملتقى بيبان الرياض والذي أقيم في المملكة العربية السعودية مؤخرا من خلال التقرير المرفوع من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.